بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن عدم رضاه من مستوى أحمد رمضان بيكهام صفقة الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. نادي الزمالك فتح خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي للتفاوض على أسامة جلال مدافع الفريق البترولي بناء على رغبة باتشيكو المدير الفني للفريق. مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يستعد لعقد جلسة مع إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة خلال ساعات من أجل حل أزمة غلق القيد عن الدراويش. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اشترط تحسن نتائج الفريق الكروي الأول في الدوري الممتاز للإفراج عن مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة. علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي طلب التعاقد مع صفقتين في يناير الجاري لتدعيم خط هجوم وخط وسط الفريق قبل غلق باب القيد.